كشفت شركة جيب الأمريكية عن إطلالتها الجديدة كليا للسيارة صاحبة القدرات الشاقة جراند شروكي ال 2021، والتي تأتي بمواصفات قياسية وأخرى بتجهيزات اختيارية تعزز من قدراتها الفنية، ولكن لم تعلن عن تفاصيل أسعارها. تستمد السيارة قوتها من نوعين من المحركات، الأول V6 سعة 3600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 290 حصان 348 نيوتن متر من عزم الدوران، والمحرك الثاني V8 سعة 5700 سي سي، ينتج قوة 357 حصان و529 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بنقل حركة أوتوماتيك الأداء مكون من 8 سرعات. اعتمدت السيارة على أنظمة تعليق متطورة مثل كوادرا ليفت صاحب القدرات القياسية ونظام أوف رود 1 الذي يعمل على ارتفاع السيارة بنسبة 41 ملي، ليواصل نظام أوف رود 2 العمل بمنحها قفزة قدرها 61 ملي، بينما يعمل نظام إيرو على خفض الارتفاع بنسبة 20 ملي. تمتعت السيارة بحزمة من وسائل الأمن والسلامة للنسخات القياسية والاختيارية مثل أنظمة الوسائد الهوائية إيرباكس ونظام الكبح التلقائي في حالات الخطر وبرنامج التحكم في سرعة الانطلاق وأمر التوقف ونظام المساعدة على حفظ المسار مع إعطاء إشارات تحذيرية بالانحراف. حصلت السيارة على تصميم مميز من خلال منظومة الشبكات الأمامية المتكاملة ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED جاءت نحيفة نسبيا عن النسخة السابقة، وعجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة للنسخة القياسية، بينما حظت النسخة الاختيارية على عجلات قياس 20 بوصة. تتوسط كمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بلغ قياسها 8.4 بوصة و10.1 بوصة للنسخة الاختيارية، مزودة بخاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ومقود حركة مدعوم بأحدث أنظمة التحكم والرفاهية.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.